الحضاره الصينيه حضاره عريقه مغرقه في القدم تماما زي الحضاره المصريه القديمه اللي احنا بنفاخر بها ايضا. لما يحصل مزج ما بين الحضارتين على ارض مصر مع الحضاره الافريقيه ايضا وهي حضاره كبيره وعريقه ايضا، ده ممكن يعني يدينا منتج شكله ايه في النهايه؟ اكيد هيكون منتج متميز جدا لتعزيز العلاقات ما بيننا وما بين هذه الدوله الصين وبين الدول الافريقيه اللي احنا حريصين ايضا على تواجدهم وعلى علاقاتنا بيهم. بيقام هذا المهرجان الافرو صيني على ارض مصر منذ اليوم وحتى 26 يوليو. هنتكلم دلوقتي مع الوفد الصيني المشارك في هذا المهرجان، وبيسعدنا ان يكون معانا جان مين رئيس وفد الصين وامين عام طريق الحرير، ومعانا ايضا اخو جيا رئيس الفرقه المشاركه في المهرجان. وطبعا هما بيكلموش انجليزي ولا عربي خالص، فهنستعين النهارده بخبرات الاستاذ امير محمد عضو المكتب الفني لوزير السياحه، وهو هيترجم لنا اللقاء كله. اهلا بحضرتك استاذ امير. اهلا بيك استاذ امير، يعني بنرحب بضيوف مصر، وبالتاكيد عايزين نتكلم على المشاركه في المهرجان. في البدايه فكره المهرجان هما اتكلموا عنها ازاي او عجبتهم ازاي؟ 首先他给就是请我们大家欢迎大家到埃及来参加这个活动，然后第一个问题就是他想就是了你们的想法，了解一下你们参加这个活动有什么想法。非常感谢王子、公主和国王啊邀请我们。我们是第二次来到埃及。 我们是第二次来到埃及，是非常一个美丽文明的一个古国，我们来都是非常高兴。مصر دولة جميلة ودولة عريقة يعني بيحبوها جدا، وفي نفس الوقت بيشكروا وبتواجدهم في مصر يعني.这次我们丝绸之路艺术团了，是应我们大使馆的邀请，是代表国家来参加我们的首届。 المهرجان الفولكلور الافروسيني المره دي هو يعني تلقوا دعوه من السفاره الصينيه في القاهره ان هم يكونوا ممثلين عن الثقافه الصينيه في تمثيل في المشاركه في المهرجان. ومن是以饱满的热情啊以高超的技能和学习的态度来参加这十几个国家共同主办的中非艺术节。 هو بيتكلم ان هو ان هم تمثيلهم للمهرجان او تمثيلهم للصين للمشاركه في المهرجان ده يعني جاي بعد الجهد وفي نفس الوقت الاتقان في العمل والاخلاص في اداء العمل، فعلشان كده تم اختيارهم لتمثيل الصين في المهرجان. نحن هو النهارده بيختاروا كام عرض فني هيبدا، كام فقره فنيه هتقدر يعني تمثل النهارده فرقه الصين. هو ده مش كل العدد طبعا، هو في عدد بس يعني اخترنا عدد معين هيمثل النهارده فرقه الصين علشان يعني قدام العالم يعني بيكون بشكل كويس. احنا نروح بقى لرئيس الفرقه الفنيه المشاركه في المهرجان ونساله برضه هيقدم ايه في حفل الافتتاح النهارده. المفروض حفل الافتتاح في قصر محمد علي بالمانيال النهارده، ايه الفقرات اللي اختاروها علشان تكون دي البدايه للمهرجان؟ وبعدين بقى يبقى نشوف الفقرات اللي يعني المختاره النهارده لبرنامج مصر جميل. 霍老师，现在他问你就是你们今天选择的项目，其中就是包括今天的现在的几个项目，然后今天的开幕式的项目，所有的项目是，第一个你可以现在介绍一下我们选择的哪一些项目，现在给我介绍一下。因为这个中国的传统文化，和埃及的金字塔一样，它都是一个。 اول حاجه بيتكلم ان مصر دوله عريقه جدا، زي بالظبط يعني عراقه مصر زي عراقه الهرم، اهرامات مصر، فهتكون يعني يعني دوله عريقه لاستضافه المهرجان دوت. 这个传统的演出呢只是其中的一项，因为我们还有其他的传统饮食，所以呢这次呢刚才我们这个秘书长说了是首届。
所以我们带来的就是一些代表性的，并不是全部。هو بيتكلم إن الصين طبعاً فيها عروض فنية كتير جداً وفيها أكتر من 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 يعني من فرق فنية أو عروض فنية تقدر تمثل ثقافات مختلفة في الصين. لكن النهاردة هم اختاروا أفضل يعني اللي هيعرضوه لنا النهاردة يكون أفضل الموجودين أو أفضل الفرق اللي نقدر يقدموا بيها ثقافة أو يقدر يقدموا بيها قصدي عرض يمثل الصين يوصلوا للصين يوصلوا للعالم دي الصين. وبالمناسبة أنا هضيف حاجة بسيطة إن العروض اللي هم قدموها النهاردة في الافتتاح العروض دي فايزة على يعني حائزة على جوائز الصين دولة الصين كلها ففي حتى المركز الأول والمركز الثاني فكلها عروض فازت على جوائز كبيرة جدا. طيب شوقتنا إن احنا نشوف بقى العروض ونروح الأول عرض هيقدم لنا إيه النهاردة. تمام في النهاردة تمام. 现在我们就是开始第一个节目，所以您现在可以就是跟他说一下。这个跟谁说？跟演员说是吗？我还在可以还在第六季两年当中。对，现在跟演员说。好，那个最后一句话就是开罗呢，也是一个古老的城市。我们今天带来的呢，今天给大家表演的几个呢，也都是有着上千年文化的这个底蕴，比如中国的功夫。还有中国的变脸，包括呢，这个那个耍猴，还有中翻。现在第一个呢带来的节目呢是中国的，叫太极拳，也是上千年历史的。هو بيتكلم إن القاهرة طبعاً ده يعني عاصمة عريقة جداً، فاحنا العروض اللي احنا جبناها النهاردة أو الصين جابتها النهاردة دي برضو يعني نفس عراقة الدولة أو نفس عراقة مصر. فهو في معظم العروض اللي هتتعرض النهارده يعني عروض برضو ليها تاريخ كبير جدا. فاول عرض هيكون معانا دلوقتي اللي هو عرض الجونفو او التاي تي تشوان. عرض التاي تي تشوان دوت يعني تاريخه في الصين اكتر من يعني برضو الاف سنه. اللي هي لعبه الكونغ فو اللي احنا بنعرفها بالظبط بس هي بحركات اللي هي التاي تي تشوان. ممكن نستقبل الفريق اللي حدد لنا عرض الكونغ فو ونشوفه مع بعض. برضه فن يعني فعلا بالزبط. مش بس فنون قتاليه اللي هي لا تحتوي على اي عنف. انا شايفاها فن رقيق بيقدمه برضه مجموعه رقيقه فلهم تحياتنا يعني واعجبنا بالكونغ فو الصيني. هذا يسوي جين تيان شي非常他们刚才看的表演非常有意思
而且他的意思是，这个是一遍是算是一个就是表演，而且一个是运动一样的，就是一个、哦、一种运动。他这个中国的太极拳呢，它主要是强身健体，有句俗话叫外练筋骨皮，内练丹田一口气，叫内外兼修啊。而且他们两个是北京市的武术冠军。هو أول حاجة هو بيحب يعرف إن الناس إن الاثنين دول اللي كانوا موجودين دلوقتي على الستيج دول يعتبر من الأوائل يعني المركز الأول في بكين في مدينة بكين كلها في رياضة اللي هي تاي تشي تشوان دي أول حاجة. ثاني حاجة هو عرف رياضة تاي تشي تشوان إن رياضة تاي تشي تشوان عبارة عن رياضة يعني مفيدة للجسم أكتر من هي قتالية, هي مش معمولة تاي تشي تشوان بالأخص يعني مفيدة للأعصاب, مفيدة لل رياضة يعني علاقة بالروح والجسد بالضبط, مرتبطة روحيا وعصبيا أكتر منها مثلا رياضة. أمير, إحنا النهاردة هذا المهرجان بيأتي في احتفال برضو العلاقة المثمرة ما بين الصين ومصر لمدة 60 سنة. عايز أعرف هما شايفين العلاقات المصرية الصينية إزاي شافوا مصر بحضارتها. هو بيقول إن تاني مرة بيجي, إيه اللي عجبه في مصر؟ من فضلك خلي وضح لنا الجماليات دي. 他刚才说的是那个我们这一次中非街为了是那个促进我们埃及和中国60年的就是建交两个国家建交对、建交所以他的意思是你们对这个这一次的节日是有什么就是想说的，特别是这两个国家的关系。是这样的，因为应该是60年前的5月30号，是我们埃及啊和中华人民共和国建立的外交关系。أول حاجة أو أول حاجة إن العلاقات المصرية الصينية بدأت من 30 من 60 سنة فاتوا, وبالأخص كان في شهر 5/30/5 بدأت العلاقات المصرية الصينية في التواجد. 那今年呢是贵国的总统塞西总统和我们国家的主席习近平互通贺信，来互相祝贺。أول السنة بالنسبة للسنة يعني السنة دي العام الثقافي المصري الصيني طبعا يعني تم تدشينه من خلال زيارة الرئيس السيسي للصين وزيارة رئيس الصين شي جين بينغ لمصر, فتم تدشين عام الثقافي المصري وده برضو بيدل على عمق العلاقات المصرية الصينية. نعم. أنا برضو قبل ما نشوف الاستعراض اللي جاية يعني عايزة أسأل رئيس الفرقة الفنية المشاركة معانا, يعني هل في هو تابع الفنون المصرية وهل في أوجه تشابه بين الفن المصري والصيني في أي شيء ولا في اختلاف كامل؟ خو لو شي تا شان وين يشا نيجا دين تيان دا بيو يان ومان غان تاي شي ومان ما شان يو كاي شي دي أرغا تي مو دان شي نا تا دا وين تي شي نين دوي أي دي دا دوي أي دي بيو يان دوي أي دي就是您看过的表演和中国的表演，你觉得是有什么关系吗？中埃友谊啊，和中埃的文化传播，它都经过这个一个刚才说了美食，还有这个传统文化的交流，所以我们主要的目的呢，就是把具有中国特色的这个传统文化呢，让更多的啊埃及人、开罗人啊足不出户。能够感受到在中国的这个感觉。أول حاجة هو شيء يعني اختيارهم للمجموعات أو الفرق الفنية دي عشان تمثيل ده, وعايز يوري برضو يعني أهل مصر وعايز يوري الشعب المصري وبرضو يعني على قد ما يقدر من ثقافة الصين وبالأخص الثقافة القديمة في الصين. تمام, كمل له سؤال. احنا ممكن نشوف الرقصة بقى الثانية. نعم, شو شو دي شين زي شو كاشي دي أرجع تيمو دي أرجع تيمو كاشي Yeah.
الرقصه كده. اللي اتقدمت دلوقتي طبيعتها ايه وبتمثل ايه حضرتك دلوقتي؟ هو لسه كان كلمني الاول حاجه، الرقصه اللي لسه داخله دلوقتي دي بتمثل اقليم شينجيانغ او قوميه شينجيانغ. الصين فيها 56 قوميه، منهم قوميه شينجيانغ اللي هي القوميه الاسلاميه في شمال غرب الصين. فدي كانت النهارده هم جايبين ثلاث رقصات بتمثل قوميات مختلفه. دي اول رقصه منهم اللي هي بتمثل قوميه شينجيانغ في شمال غرب الصين. وبعد كده هيدخل قوميات ثانيه هعرفها بعد ما تكون. عايز اقول لحضرتك هو دلوقتي كان بيعرف مستر جان كان بيعرف دلوقتي الرقصه الثانيه. الرقصه الثانيه دي بتمثل قوميه الدانزو او قوميه قليم شيدانغ او التبت في جنوب غرب الصين. والنهارده هم يعني بيمثلوا اكتر من رقصه اكتر من قوميه، ده دليل على ترابط القوميات او على يعني لو ما فيش ترابط ما بين القوميات. امير الزي كمان هنا مختلف تمام بالظبط. كل قوميه يعتبر ليها زي يعني جايب الزي القومي ده التراثي بتاعه زي التراثي ولا ده بيلبسوه لغايه دلوقتي؟ لا 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 ده التراثي ده التراثي ده بالظبط يعني لبس طيب. تقليدي او تراثي طبعا. احنا للاسف الوقت مش هيكفي ان احنا نستعرض القوميات الاخرى، لكن عاوزين نستعرض بقى فن الاقنعه اللي موجود النهارده. فمعلش هننتقل لفن الاقنعه عشان نقدر نشوف برضه جزء من الفن ده. دي دي Yeah.
中绝户，几身就好看，活脱脱一副面孔，热辣辣一丝真惨。谢谢。هو لو ما كانش شغال على القناعة كنت هقول عاوزين نشوف وشه الحقيقي. هو يعني ختام جميل، حاجة رائعة وعرض جميل جدا الحقيقة. لا كمان الحرف حرفيته في نقل السريع ده يا فندم برضه من خلاص ده بيعتبر من يعني من الناس المراكز الأولى يعني تم اختياره بالأخص. يعني هو ديس دلوقتي كان بيكلمني ان هو تم اختياره بالأخص، مش يعني مش اختيار كده، لا ده اختيار مش اختيار عشوائي يعني. نورتونا واستمتعنا بيكم، وكان نفسنا نكمل بقية العروض، لكن ان شاء الله هتكونوا معانا بإذن الله يمكن في ختام المهرجان كمان، وهنتابعكم من خلال شاشة القناة التانية. شكرا جزيلا. شكرا بقول ان هو اكيد ان شاء الله هيرجع مصر تاني، يعني هو يقصد مصر تاني ان شاء الله. والراجل وهيرجع بحاجات جديده ان شاء الله، كمان بفنون وهيرجع بحاجات جديده، حاجات جديده. طب الراجل بتاع اين اشيائي هياخد اشياء ولا لا؟ حاجات جديده تاني ان شاء الله، مره تاني يقصد عروض جديده ان شاء الله. اشكركم، شكرا جزيلا. هنخرج لفاصل مع حضراتكم وهنشوف الجانب الاخر، وهو الجانب الافريقي، وبتمثله رابطه اشولي بجمهوريه مصر العربيه، ودي وفي
كمان جالية من جمهورية جنوب السودان وهتكون معانا إن شاء الله بعد الفاصل. هنتعرف عليها عن قرب وهنشوف إيه العروض اللي هيقدموها في هذا المهرجان بعد الفاصل.